أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. اقتحمت قوات حكومية ساحة اعتصام محافظة النجف وأزالت خيم المعتصمين وأغلقت الساحة بالكتل الكونكريتية فجر اليوم. وأظهرت تسجيلات مصورة بثها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام القوات الحكومية لساحة الاعتصام وقيامها بتحطيم ورفع خيم المعتصمين منها ورمي صور شهداء الثورة على الأرض. لنشاهد معا لحظة تهديم خيمة الشهيد مهند القيسي في النجف. خيمة مهند بابا خيمة مهند بابا 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 خيمة مهند القيسي أويلي أويلي على دمك هنودي أويلي على دمك هنودي بعد القوة بعد الشغل جدهم أويلي على دمك هنودي. معتصمو النجف بدورهم قاموا بإعادة الخيم وذهبوا إلى الساحة وقاموا بتطويقها وإزالة بعض الكتل الكونكريتية. نجحوا بإسقاط عدد منها وعادوا إلى الساحة مناشدين جماهير النجف للالتحاق بهم وإعادة نصب الخيام بداخلها تعبيرا عن استمرار الثورة. دعونا نشاهد اللحظات الأولى لإسقاط بعض الكتل الكونكريتية. ومن تفاعل العراقيين حول هذا الموضوع نقرأ بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك. لينا قالت: أويلي عليك يا أم مهند، الله يصبرك ويعينك، باشر تشوفين صورة مهند على القاع وخيمته فلشوها الأنذال. كما قالت شذا جمعة قالت: ليش يا قوات حفظ مصلحة تشخيص النظام، بالإشارة إلى قوات النظام الإيراني. أبو عباس قال: الكاظمي أكبر حرامي وكذاب وعميل. ستيفن قال: عصابة عمي هاي كلها ميليشيات. نذهب إلى العاصمة بغداد، حيث تعرض المعتصمون من حملة الشهادات العليا في بغداد، تعرضوا إلى اعتداء على يد القوات الحكومية في محاولة لإنهاء اعتصامهم. عبر أصحاب الشهادات العليا وخريجو الهندسة عن سخطهم من جراء تكرار الاعتداء عليهم من قبل الأجهزة الحكومية. دعونا نشاهد اللحظات الأولى لاعتداء القوات الحكومية على المعتصمين في بغداد. هذا هو حال حملة الشهادات العليا في العراق، يضرب من قبل ربما أغلب هؤلاء القوات الحكومية لا تقرأ ولا تكتب. طبعا المعتصمون قالوا بأن حكومة الكاظمي فشلت بالإيفاء بوعودها وقابلتهم بالضرب، وبيّنوا بأن الدرجات الوظيفية تباع والحكومة لم تستجب لمطالبهم وبأنهم تعرضوا للضرب والقمع كما شاهدنا، والحكومة تتفرج دون أي إجراء، وهددوا بالتصعيد في حال الاستمرار بعدم الاستجابة لمطالبهم وتوفير فرص التعيين لهم. لقطات أخرى توثق لحظة اعتداء أحد عناصر قوات مكافحة الشغب بالضرب على خريج. دعونا نشاهد هذا المقطع. يضربه على رأسه وغير مبالي بحياته. طبعا أطلق مغردون عراقيون حول الاعتداءات المستمرة والمتكررة من قبل القوات الحكومية على حملة الشهادات العليا واسم الكاظمي يأمر بقمع الكفاءات. دعونا نقرأ بعضا منها على منصة تويتر. أثير قال: هاي قيمتي في بلدي، كل اللي ردت وظيفة بأم الشهادة اللي ضيعت عمري حتى أخذها، يجي هذا الملثم يضربني بكل حقد وعلى راسي، كرامة ما بقت لي ببلدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. رنا قالت: ذنبنا الوحيد طالبنا بحقنا في درجة وظيفية، لكن للأسف تم قمعنا من قوات حفظ النظام بأمر من الكاظمي.
عمر قال: الخسة والنذالة والحقارة سيخلدكم التاريخ في الصفحات السوداء، لنا عودة قريبة بإذن الله، لن نتنازل عن حقوقنا ما دمنا أحياء. دكتور علي قال: هذا جزاء تعب السنين، نقابل بالضرب والإهانة من قبل أناس ليس لهم ذمة ولا ضمير ولا غير على النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكاظمي يأمر بقمع الكفاءات. طبعا يواصل خريجو الجامعات والمعاهد من مختلف الاختصاصات اعتصامهم في منطقة العلاوي ببغداد للمطالبة بتوفير فرص العمل لهم والوظائف. ناشطون قالوا بأن المعتصمين من خريجي الجامعات في منطقة العلاوي صعدوا من وتيرة احتجاجاتهم عبر قطع الشارع الرابط بين المنطقة ومدينة الزوراء، رافعين لافتات طالبوا فيها بتوفير الوظائف، وأضافوا بأن القوات الحكومية انتشرت بشكل مكثف حول المنطقة. دعونا نتابع جانبا من اعتصام الخريجين في منطقة العلاوي. ونستعرض معكم عددا من التغريدات على وسم: لن نتراجع معتصمي العلاوي، هذا الهاشتاغ الذي أطلقه عراقيون على منصة تويتر. زهراء قالت: لن نخضع، لن نسمح بقتل أحلامنا، لن نتراجع، لن نترك حقوقنا أبدا، اسمعوا صوتنا رغما عنكم، كفاكم فساد. سمارة قالت أو سامح قال: حلمي في بلدي هو حق دستوري، حلمي في بلدي هو حق محقق في بلدان أخرى، حلمي في بلدي مسلوب الحق، لن نتراجع معتصمي العلاوي. سارة قالت: ننتفض رغما عنكم ونثور لحقوقنا حرقة فهل من مجيب، أليس منكم رجل رشيد؟ مرتضى قال: لن نتراجع، هم يراهنون على الوقت والتعب والأوضاع الصعبة لأجل نفاذ صبرنا وخلاص طاقتنا، ونحن نراهن على عزمنا وقوتنا وإصرارنا لأجل تحقيق مبتغانا، وفي نهاية المعركة نحن من سينتصر وسنأخذ حقوقنا كاملة. نذهب إلى ملف آخر وهو ظاهرة نفوق الأسماك المستمر، حيث تطل من جديد هذه الظاهرة مهددة أمن الغذاء في العراق في وقت تتجه به أصابع الاتهام إلى إيران وميليشياتها بعد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج وتغطيته لمتطلبات السوق المحلي. مقطع جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لنفوق آلاف الأسماك، يصوره أحد المربين وهو يتحدث بحرقة وألم، دعونا نستمع إليه في هذا المقطع. سبحان الله، هنا وكيل. ليش هيك؟ ليش ثروة تباد؟ ليش هيك؟ سبحان الله، هنا وكيل. من إجراءات وزارة الزراعة البيطرة هاي تاليها، هاي الطريقة تكافون المنتج الوطني، بهاي الطريقة تكافون القطاع الوحيد في العراق اللي حقق الاكتفاء الذاتي. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني صار 4 سنوات نطالب، نريد لقاحات، نريد علاجات فعالة، كل نتيجة ماكو، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحول ظاهرة نفوق الأسماك المستمرة في العراق نقرأ بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك، حيث قال فايز: السياسة المتبعة من قبل الحكومة هي تدمير العراق بمن فيه ونهب ثرواته، نقطة راس سطر. حامد قال: ما راح يسلم من جرائمهم لا الإنسان ولا الحيوان ولا حتى النبات.
لؤي قال في كل عام نفس هذه الفترة تتعرض الأسماك للتسمم وذلك بفعل جار عزيز جدا يقصد إيران لا يريد أن نكتفي ذاتيا من الأسماك. نمير قال لو تعزل وزارة الزراعة وتسد وتسد الباب بقفل هواية أحسن، هاي المشكلة صار لها 3 سنوات تتكرر، معقولة ما قدروا إلى قولها علاج؟ يتساءل. والآن نذهب إلى فقرة أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء مناشدة من مواطن في مدينة الصدر ببغداد حول أحد الشوارع التي تركت بعد حفرها دون إكمال العمل فيها رغم أهمية الطريق. دعونا نستمع لما قاله في هذا المقطع. السلام عليكم، من مدينة الصدر شارع الأوفلي 15/11/2020. طبعا هذا الشارع صار له شهر محفور ولا مسؤول يجي علي حفره وعافه وعافه الصوندات عبرون ببوري هذا شوفه. وبالمناسبة هذا ناب ما التيار يمر علي حسن كريم وبعض النواب هم ما التيار يفوتون علي ولا هم علاقة بالموضوع. وهسه محفور زين، أنا أريد أعرف ميزانية ماكو زين، هاي هسه سألنا المهندس يقول إحنا نستلم يومية وهم قاعدين زين، شلون هاي بالمضبوط شلون يعني هسه الوضعيه شلون يعني يضل هيك هاي الحال؟ هاي نقرا شوفها الوراي ليش نقرا، وهذا شارع رئيسي يعني العالم ملت من التراب ومن الحفريات ومن الازدحامات ومن المشاكل. أهلا بكم من جديد. غداة أعلن المغرب شن عملية عسكرية في الصحراء المغربية ضد جبهة البوليساريو. تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل بأنه يظهر قصف قوات الجبهة لمواقع الجيش المغربي، لكن الادعاء خطأ والفيديو منشور قبل عامين على الأقل على أنه يصور قصفا سعوديا على ميليشيا الحوثي في اليمن. يظهر الفيديو ما يبدو بأنه إطلاق متتابع لصواريخ ليلا وسط صيحات التكبير، وقد تداوله في هذا السياق مستخدمون على تويتر وفيسبوك. وجاء في التعليق المرفق مع الفيديو لحظات قصف جبهة البوليساريو لمواقع الجيش المغربي. طبعا يأتي انتشار هذا الفيديو بعد ساعات على إعلان المغرب شن عملية عسكرية في منطقة الكركات، وهي منطقة عازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع المغربية على الحدود مع موريتانيا. لكن الفيديو المتداول لا علاقة له بكل هذا، وإنما يعود كما قلنا لقصف سعودي على ميليشيا الحوثي في اليمن. دعونا نتابع هذا الخبر المزيف. رسالة وصلتنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين جاء فيها، دعونا نقرأ هذه الرسالة. مقتل مدرس أحياء يسكن في منطقة بلور ذات الغالبية السنية في قضاء المقدادية. سبب القتل أن المدرس مسك غش في الامتحانات الوزارية السادس إعدادي عند أحد الطلاب وهو ابن قيادي في إحدى الميليشيات التي ما زالت تمتلك سطوة في المنطقة رغم مقتل والده في انفجار سابق. بعد مسك الطالب متلبسا كتب المدرس على دفتره الامتحاني غش
فرسب الطالب الميليشياوي في الامتحان ليأتي هو وأقاربه على دراجة ويتشاجر معه في السوق قبل أن يقوموا يردوه قتيلا أمام أنظار الناس في سوق منطقة حي المعلمين. راجين من قناتكم التحقق من هذا الموضوع وإيصاله إلى الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان. والآن نذهب إلى الهاشتاج. خريجو صحة تناشد الكاظمي، تصدر هذا على الترند على تويتر في العراق، ويعني بعد نحو عام ونصف على تخرج دفعة المجموعة الطبية دون المباشرة رغم حاجة البلد الماسة لهذه التخصصات في ظل تفشي فيروس كورونا، ورغم أن القانون يضمن مباشرتهم وتعيينهم بشكل مباشر. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم الذي تصدر الترند في العراق. حمزة يقول: خريجو الصحة تطالب مجلس الوزراء ويطالبون مجلس الوزراء بإقرار مباشرتهم في جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم شمولهم بقانون العجز المالي، وتأتي هذه الخطوة لمواجهة جائحة كورونا ولسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية والصحية ولتطبيق قانون التدرج الطبي بالشكل الذي يضمن تلك الحقوق. حمزة قال: الدولة مسؤولة أمام الله وأمام الإنسانية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها، أين أنتم من أقوالكم سوف وسوف؟ ولم نرى بصيص الأمل منكم خلال 17 سنة. عجاف: إن كنتم لا تعلمون بما يجري للطلبة الخريجين فتلك مصيبة، وإن كنتم تعلمون فالمصيبة أعظم. سلبتم حقوقنا، أين دينكم الذي تدعونه؟ جعفر غرد وقال: العراق آخر وقت، خريجي الصحة يفترشون الأرصفة والشوارع، وافق وخلصنا الكاظمي. سيف غرد وقال: بعد إدراجهم ضمن قانون الاقتراض وضمان صرف مستحقاتهم من قبل مجلس النواب وقانون 6 لسنة 2000 كفيل بتعيينهم ولهم الأولوية في التعيين. خريجو المهن الطبية والصحية والتمريضية يطالبون بمباشرتهم حيث أصبحت الحكومة ملزمة بتعيينهم خلال هذه الأيام. خريجي الصحة تناشد الكاظمي. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. ملايين الأطفال يولدون قبل أوانهم سنويا، ما يعرض حياتهم وحياة أمهاتهم للخطر. في اليوم العالمي للولادة المبكرة نتعرف على هذا اليوم وعلى سبل الوقاية من هذه الحالة مع تقرير لموقع إيجي بلاس عربي. ساهم في تطوير لقاح ضد كورونا تصل نسبة نجاحه ل 90%. الزوجان أوغر شاهين وأزلم توريتشي من أبناء
من أبناء المهاجرين الأتراك الذين ذهبوا إلى ألمانيا يتصدران اليوم المشهد العالمي. دعونا نتعرف على قصتهما في هذه المادة المنشورة على شبكة الجزيرة نت. إنزال ناشطة مسلمة من طائرة أمريكية لأن راكباً مسافراً لم يشعر بالارتياح. صورة من أحد صور التمييز العنصري والإساءة إلى المسلمين مع شبكة رصد. نشاهد هذا التقرير. And they're taking his word for it. They are literally coming to remove me from the flight instead of removing both of us, for example, or removing him. I don't want you guys to talk to me unless you also talk to the man that made the complaint against me. Is he coming out too? Okay. Is he coming out? Is he gonna come out? Yeah. Why are you escorting me and not him? Because we were asked to escort you all. I do not feel comfortable with that passenger being here. I would like that passenger removed. Okay, so then we can also discuss that outside, and I can. Okay, I want that passenger removed from the flight as well. Or is it because he's first class, so he's not being removed? No, it's not. It has nothing to do with it. I got the gist that they wanted to take her off of the plane. And they didn't really give her a clear explanation as to why. Excuse me, you can't park here. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.